وحتى ينتهي العالم ويقبل الناس على ربهم، هناك شيء اسمه أهوال القيامة. كيف سينتهي العالم؟ ينتهي العالم بدمار في الأرض، كواكب تتناثر، بحار تتفجر، أرض تتزلزل. هذه الدنيا التي نعيشها اليوم، يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. هذه البحار التي تراها تتفجر يوم من الأيام، هذه الأرض التي تثبت الآن أنت عليها سوف تتزلزل إذا زلزلت الأرض زلزالها. إحنا اليوم لما نشوف طوفان في تسونامي ولا في بعض الأماكن، الصور تجعلنا نرتعد خوفا. هذه أحداث دنيوية ترى لا شيء من أهوال يوم القيامة. راح نحط لكم تقرير عن أحداث دنيوية، بس أحداث دنيوية، وبعضها مونتاج خيالات علمية بس تبين لك بعض الأمور، يعني الأحداث الكونية، لو نيزك سقط على الأرض، لو البحر ماج على وطغى على الناس، لو أن بعضها من أفلام، بعضها خيالات علمية. وأكثر هذا التقرير ترى حقائق، بعض البراكين تتفجر، بعض الجبال تسيل، بعض الحوادث الكونية، إما هذه الصور حقيقية أو صور خيالات علمية. شنو مقصودي بهذا التقرير؟ فقط ليقرب لك، مستحيل أحد يصف القيامة أهوالها، لكن أبي أبين لك كيف الإنسان يخاف من أحداث دنيوية، كيف بأحداث حقيقية أخروية. ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الآيات التي تقرأ في التقرير مو علشان يعني الصور ما تفسرها، لكن فقط علشان أذكرك بيوم القيامة. شوف هذا التقرير وشوف الأحداث سواء كانت حقيقية أو خيالية، شوف الأحداث وحاول تتفكر في أن يوم القيامة شلون راح يصير إذا كان الطفل الصغير يشيب شعره من هول ذلك اليوم، ماذا سيحصل للإنسان الذي أذنب ذنبا عظيما. خلينا نشوف التقرير ونكمل معكم أحداث نهاية العالم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. إذا السماء
مطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا قربت ساعة يا لها زلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. طبعاً